الترس كده الوظيفه بتاعته ايه؟ يحافظ على لبس معين جوه الترع اللي هو اللبس التصميمي اللي كنت انت بتصممه. تمام؟ واللي يزيد عن الدبس ده كان بيعدي من التلسكيب يروح المصر. طب انت عندك تلسكيب والترعه شغاله وجيت مره واحده بتعمل ايه؟ الامطار. الدبس بتاع الميه يبقى فين؟ في ميه ولا مفيش؟ لغايه ايه؟ لغايه الجريست ليفل بتاع التلسكيب. طب انت عايز تفضي الترعه عشان تعمل صيانه. خلاص لازم تقفل الاول الامطاره. اتعلمت بتعمل اورفيس التلسكيب، انا بربط لك المنشات ببعضها عشان بتعمل كورفيس فتحه تحت كده في التلسكيب لو بتفتكره، وبتحسبها انك تفضي الترعه في وقت معين. تمام؟ فرفات الكورفيس تبدا ايه؟ الترعه تفضل، بس لازم اكون قافل ايه؟ الانطره. يبقى اذا الانطره كنترول للداون ستريم. هل هي علاقه بالاب ستريم دلوقتي؟ الميه جت وقفت خلاص على الامن البلد، لكن بتتحكم في الخلف. طب عملت تطهير للترع، خلصت التطهير بتاعك وظبطت الجناب والكلام ده كله، تروح قافل ايه؟ الاورفيس الاول بتاع التلسكيب، وبعدين تبدا تفتح البوابات بتاع ايه؟ الانطره. الانطره تبدا الشرط يعدي. طب انت عايز الشرط قد ايه؟ عايز كميه تصرفات قد ايه؟ على حسب الدوره الزراعيه بتاعتك. على فكره مش سهله، تغيرت بالسنه على حسب المحاصيل اللي انت بتستخدمها. يعني لو بزرع رز بياخد ميه كتير، لو بزرع قط بياخد ميه اقل، كده فاهمين؟ ليها مقارنه لرسوم سنه ثانيه اللي هو الوتر نيوتن. في الكلام ده سنه ثانيه البرنسبل، كنت انت اللي بتحدد المقنن المائي عشان تصمم الترع والمصانع. فاحنا بنربط الدنيا ببعضها اهو، خدت جزء في سنه ثانيه، فاتك في ثالثه، وفاتك في رابعه كمان. يا جماعه احنا دلوقتي شديد المحاضره قبلها نص ساعه. والظهر لو حد بيعمل تجربته بالظهر، الظهر الساعة 12 الا ثلث. يا ريت محدش يتأخر، يعني النهارده هسمع كده بعد كده خمس دقايق واقفل بيه. يبقى على حسب التصرفات اللي انت عايزك تفتح البوابات. البابا قلت لكم بتطلع راس كده، تحرك راس. هل واحد يشيلها؟ هي ضرفة زي الألمونيوم ولا يبقى ضرفة حديد؟ تخيل لو الفتحة 4 متر. والدبس بتاع الميه 3 متر، مسطح الضرفه دي كام؟ 12 متر مربع، مش كده؟ حتى لو الالومنيوم صعب ان انت ايه؟ طب دي عليها كمان ووتر بريشر. الووتر بريشر بيعمل فريكشن. تيجي ترفعها، تقدر ترفعها؟ وزن البوابه بقى 2 3 طن، تقدر ترفعها؟ يبقى لا، في ميكانيزم بيرفع ايه؟ ونش كده او طريقه معينه ميكانيكيا، المهم ايه؟ مش حد بيرفعها، نرفعها بنظام ميكانيكي يعني. على حسب انت عايز تعدي ميه قد ايه تفتح الميه بتعدي من تحت ايه؟ البوابه. هنتعلم بقى انواع البوابات باذن الله في الجزء بتاع الجيت. هل هي سنجل ضربه واحده ولا ضربتين ولا ثلاثه؟ واعمل ريجيوليشن ازاي لو لحقنا باذن الله، لان انا معايا فاضل خمس اسابيع مش كده؟ الاسبوع السادس بيبقى فيصل يعني. هحاول اقول لكم جزء باذن الله في الاخر. المهم زي ما احنا شايفين ده منظر البريتش، البلان بتاعه متشال على ابارتمنت وعلى بيت داخلي. خلاص ده بيت، طب عارف انه انطره ازاي؟ بص كده بقى، دايما الاب ستريم منين؟ من الشمال. المايه ماشيه من الشمال رايحه اليمين كده، ده العرف بتاعك. او بتنزل من البلان المايه نازله طالعه ماشيه من تحت لفوق. مش ده الرسم اتعلمنا كده في الرسم؟ يبقى ده الاب ستريم بتاع الانطره، يبقى المايه جايه كده. وبعدين هتعدي من فتحات الداون ستريم. طب لو انا هنا شايفين الجروب دي يا جماعه؟ هي دي اللي بينزل فيها البوابات. طالما انا لقيت الجروبز دي موجوده اعرف ان دي ايه؟ حتى لو البوابات مش راكبه، لان بعد حاجه ارفعوا البوابات يعملوا لها صيانه الاهمال يعني، ويسيبوها كده من غير بوابات. حتى الماكسيموم فيه. وروح اعمل سنه للبوابات وراجعها تاني. تمام؟ طالما ان الجروبز دي موجوده يبقى في ايه؟ بوابات بتركب هنا، يبقى كل ده اسمه ايه؟ ريجيليتر. طب امتى اسميه براج؟ انطره كبيره شويه. ايه معنى الانطره الكبيره؟ الانطره الكبيره بتعرض لحاجتين، يا اما عدد الفتحات كبير اكثر من 10، لا اما ديد الشارج بتاعها كبير، لا اما هي موجوده على ووتر وي هامه زي نهر النيل، زي الرياحات،
تمام؟ زي المين جنرالز دي بنسميها ايه؟ لان عدد الفتحات كبير، الجزء الشارج اللي بيعدي منها كبير، تمام؟ الترعه الصغيره بنسميها ريجريت. يبقى ادي عرفت انا ريجريت من الفتحات من الجروز. والجروز دي بتبان فوق. الحاجه الثانيه لو تفتكروا في البريدج، معلش احنا النهارده هنتعرف على المنشا. مكوناته ايه؟ انا يعني هحاول المره الجايه نبدا في التصميم ده. بس نعرف اهميه المنشا ده ايه؟ عشان لما نيجي نجيب الكيس كلودنج تفهم انا بجيبها منين. تمام؟ هنا في جزء هيدروليك وجزء ايه؟ استراكشر. عشان تعمل استراكشر لازم تبقى فاهم الطبيعه بتاعت المنشا. شوف اهميتها. في البريدج لو تفتكروا كنت لما تيجي تعمل اساسات كنت بتعمل الاساسات بتاعت الابارتمنت لوحدها ايزوليتد مش كده؟ وبعدين البير اساسات ايزوليتد مفيش بينهم ايه؟ كونكشن. ليه؟ لان المايه ماشيه على طول. هنا لا انا عندي فيه مشكله زي وير. لو انا قفلت بوابات الامام دي كلها هيبقى في مياه فين؟ اب ستريم ومفيش مياه داون ستريم. مش زي الوير اللي احنا درسناه؟ المياه لما تكون عند الكريست حتى الريفير مفيش مياه في الداون ستريم كان بيحصل ايه تحت المنشا؟ المشكله بيركوليشن. والنتيجه للبيركوليشن كان بيحصل ايه؟ ايه تاني بيحصل نتيجه للبيركوليشن؟ بايو. يبقى نتيجه لحركه المياه تحت المنشا اللي احنا بنسميها البيركوليشن او السيمج كان بيحصل في الداون ستريم حاجه اسمها ايه؟ بايو. لو انت حاطط فرش قليل يحصل ايه؟ الفلو يطلع بابلفت عالي يبقى بخلك التربه يضعفها يعمل لك بيارات المنشا يبدا ينهار. يبقى انا هنا عشان في مشكله يبقى لازم الفرشه بتاعتي تبقى حته ايه؟ مفيش بقى حتت. لا الفرشه او الاساسات بتاعت المنشا لازم تبقى في التو دايركشن كامله مستمره عشان اضمن المايه لما تعدي تعدي من تحت ايه؟ الفرشه. فده الفرق الثاني. في كم فرق عندك؟ في فرق ان في جروفز موجوده في البيرز والابارتمنت الابارتمنت او الرينج وول فيها جروفز والبير فيها جروفز ده فرق. الفرق الثاني نتيجه للهيد اسمه هيد ستراكشر هيتنج اب ستراكشر. كلمه هيتنج اب ستراكشر يعني فرق ايه؟ هيد زي الوير بالظبط. لو انا قفلت الحاجة الشد الشتويه او بعمل ريبير في الترعه بقفل كل بوابات الامام دي يبقى مفيش حاجه في الخلف تبدا البيركوليشن لما تعدي من تحت المنشا تعمل ابليفت وتعمل بايبنج. مش هو ده البيركوليشن؟ كنت بتسيل البايبنج عن طريق تجيب ايه؟ البيركوليشن لينس يبقى سيف عشان ما يبقاش فيه ايه؟ بايبنج. ومع هذا كنت بتعمل في خلف ايه؟ بتعمل خلف لوكس وبتعمل فلتر اللي هي بتعمل بروبوشن برضه ايه عشان البيركوليشن. نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الوير هنكرره فين؟ في الأمطرة من حيث تبقى سيف اجينس الاسكار واجينس البركوش. هو الاستراكشر ديزاين لا يختلف. طيب يبقى انا دلوقتي في البوش ده انا مطلوب مني ايه؟ انا عندي منشا هيدنج اب استراكشر بيعدي ميه من تحت ومن فوق ده منشا. يبقى لازم اول حاجه احقق الهيدروليك ديزاين بتاعي. ايه هو الهيدروليك ديزاين في الجريتو؟ الوير برضه برجع افكركم دايما. الهيدروليك ديزاين بتاع الوير بنعمل ايه؟ كنا بنجيب منسوب الكريس اتكلم عن بريمين مير تحديدا كنا بنجيب منسوب ايه؟ بعرض او الطول بتاع العتب اللي هو ال ال ايه؟ بتاع ال ايه؟ مش كانوا بنجيب الاثنين دولك ولازم يحقق لك ايه؟ ان في الفيوم وير كنت بتقول لازم او يفضل يبقى فري اوفر فور مفيش سبرجنسي. ولو في سبرجنسي يعني منسوب الميه في الحالة اعلى من الكريس كنت بتعمل شيك على ايه؟ السمرجنس. لو طلعت اكتر من رينج 40% كنت بتقول ايه الاو. لا احنا ما بنسمحش في الطبيعه باي سمرجنس. لو في سمرجنس يبقى لازم اصممه ان هو سمرجد ايه؟ وير. واطلع منسوب الكريس من الايكويشن بتاع ايه؟ السمرجد وير. فهمت الكلام ده ولا ما فهمتوش؟ اه انت يعني تمام. يبقى ده الهيدروليك ديزاين. هعمل ايه في الهيدروليك ديزاين؟ في الهيدروليك ديزاين هنطلع كام فتحه بالنسبه للجريتور بقى كام فتحه هتعدي فيهم الميه وعرض الفتحه كام؟ اللي هو في الرسمه اللي ماتت دي كام فتحه دولك؟ ثلاثه. يبقى ده النمبر اوف بين ده اللي انا هجيبه من الهيدروليك ديزاين.
فتحه كامل من وش الحته لوش الحته كامل، ده بنسميه الويندز اوف مان، عرض الفتحه. تمام؟ هتجيبه بناء على اختلاطات المفرده. طالما انفرضت حاجه في الهندسه وانت بتصمم يبقى لازم تعمل ايه؟ تعلموه كده، تعمل كمر. هل تقدر تصمم كمر من غير ما تفرض لها ابعاد؟ اتكلمت كده في الخرسانه او اي حاجه؟ لازم تفرض ابعاد. تعمل الشكل، لو الابعاد مش سيف بتقللها، لو ان سيف بتزودها، نفس الكلام. واحنا بنصمم هنفرض شويه حاجات. طالما انفرضنا يبقى لازم نعمل ايه؟ يعني هتعلم الكلام ده باذن الله الفتره الجايه اللي هو الهيدروليك ديزاين. خلاص؟ يبقى ده الهيدروليك ديزاين، بعد ما بخلص الهيدروليك ديزاين يبقى عندي المنشا. ايه المكونات بتاعت المنشا؟ عندنا انترنس وند وول، حيطه وند وول، عند الجزء اللي شايل التوب اللي بنسميه الابارتمنت، واحنا اتعلمنا الكيس بروتين بتاعته، وبعدين عندي الاكزيت وينج وول. خلاص الكلام ده انا مش هقول عنه اي حاجه لان ده ايه؟ درسنا. بعد كده البريدج اللي عباره عن بلاطه وكمرات. برضه انت في التمرين هتصممها من غير ما احنا نقول لك حاجه، عايز تعملها انه في المنطقه تصممها، عايز تحط اللايف لود عربيه حطها زي ما انت عايز. يبقى انا برضه ماليش دعوه ايه؟ بس مطلوب منك انك تصممه في التمرين اللي هو في الشيء. خلاص؟ بعد كده البريدج ده شغال على ايه؟ على اباطمنت خلاص صممناه، البير انت اتعلمت الديزاين بتاع البير من ناحيه ان هو يشيل فيرتيكال ايه؟ لود. طب ايه اللي جد عندنا هنا دلوقتي؟ ايه اللي مرتكز على البير؟ البوابات الجيت، مش الجيت بتتحرك كده راسي بس مرتكز على الدروس بتاع البير، يبقى بتدي له هوريزونتال فورس. يبقى البير ده لما انا اصممه عليه فيرتيكال فورس من الكوبري وعليه هوريزونتال فورس، لما اقفل البوابات الميه مسنوده على البواب بتنقل الفورس الايه؟ الحوار. يبقى اذا البير عليه هوريزونتال فورس وعليه فيرتيكال ايه؟ فورس. انت ما خدتش الكلام ده؟ ده اللي هنصممه. طالما في حاجه زياده يبقى هنشوف الكيس اوف لودنج بتاعت البير وهنصممه، وده اهم ايليمنت موجود عندك في الريجريت، لانه هو اللي شايل البريت وهو اللي شايل ايه؟ الجيت، لازم يبقى. بعد كده كل الحاجات دي كلها، الحوائط بالكوبري بالجير بتشال على ايه؟ على الاساسات اللي هي الفاونديشن. احنا اتفقنا مع بعض احنا ما بنسميش عندنا في منشات المايه ما بنقولش فاونديشن، بنقول ايه؟ ابرون، فرشه، بنسميها ابرون. كلمه ابرون هي برضه فاونديشن بس احنا ده تسميه ثانيه عشان محتاجه حاجات في الديزاين مش موجوده في ايه؟ الفاونديشن اللي هو التشيك بتاع الكالكوليشن ابليفت بتاعنا. تمام؟ يبقى لازم اصمم الفرشه دي كلها. تفرق ايه الفرشه دي عن الويب اللي انت خدته كديزاين؟ تخيل لما بقفل انا البوابات كده عندك فيوم وتحت الفرشه، تفرق حاجه؟ ايه المشكله؟ عندك ابليفت او عندك هيت نتيجه ليه بيحصل بالكوليشن، فكنت بتجيب السكاور لينس والكوليشن لينس وبتعمل شيك على الابليفت ونرسم الابليفت ايه؟ فده هنعمله تاني بس مع اختلاف الشكل بالنسبه للانظمه، نفس التصميم اللي خدته في الفريق من غيره، انا هكرره تاني. يبقى احنا كده هنصمم مع بعض البير، اول حاجه الهيدروليك ديزاين خلاص، هنصمم بعد كده البير، بعد البير هنصمم الفلور، يبقى دول لك الاستراكشر الاثنين اللي هنصممهم مع بعض. طب ايه الحاجه الثالثه اللي جدد عن البريدج؟ الجيت. الجيت اللي هنحطها دي ده مسطح. بيتكون من ايه المسطح ده؟ يا اما خشب ليه مسيل. طبعا انت لحد دلوقتي كبير ما بنعملش خشب، بنعملها بوابات درف حديد، بلاش نقول بوابات، دور ضرفه حديد. طب الضرفه الحديد لو صبيتها يطلع سمكها قد ايه؟ لو انا عملتها سوليد، لو الباب ده حد يعرف الباب ده يعني الباب الخشب بيتكون من ايه؟ والحشب. والحشب دلوقتي بيسهلوا بيعملوا دي ام اف وخلاص، مش كده؟ لكن زمان كان يجيب القوايم والراس والجلسه ويحط جوه يحشي حاجه اسمها سواسات، يعني يحط اكنه بيحط كاميرا وبعدين يحط لوح ابلكاش في المشي ده ولوح ابلكاش فين؟ تيجي تشيل الباب تلاقيه خفيف. النهارده بيحطوا دي ام اف كتله، تيجي تشيل الباب بس دي ام اف لو جه عليه ميه وايمان بيبوش لانه ورق، حاجه يعني الماتيريال بتاعته مش خشب. تمام؟ نفس الكلام انا عندي بوابه حديد، لو انا عملتها سوليد خشب، عملتها حديد سوليد، يطلع سمكها مثلا 20 سم. يبقى الوزن بتاعها كام طبعا؟ لو عندك هو 4 عامل 3 مللي، وسمكها 20 سم.
الانفلس بتاعت الحليب كام؟ 7.8 من 10 طن لكل متر. يطلع وزنها تقيل جدا. طب انا عايز اخف الوزن ده بنفس فكره الباب الخشب. لا انا اعمل شاسيه فريم اللي هو ايه؟ القوايم بطريقه معينه واحط كمرات جوه خفيفه اللي هو جاي افقي يبقى امام الكاميرا عشان تشيل ايه؟ يبقى الويب كده قدامك وفلانشه كده وفلانشه كده. وراح حاطط هنا وشي ده بليت حديد وانتهى بدا يمد ايه؟ حديد. يبقى الوزن كده اقل ولا ما اقلش؟ اقل كتير طبعا. وانتك تبقى ده بقى ارخص. تمام؟ دي هنتعلم بقى التصميم بتاعها هنعرف. يعني بالظبط كده المحاضره الجايه هيدروليك ديزاين واحاول اخش في البير وبعدين نخلص البير. تمام؟ هتبقى المحاضره الرابعه تصميم الفلور. المحاضره الخامسه هنتكلم فيها على ايه؟ على تصميم الجيت. واحاول كده اختصر شويه عشان نقول حاجه عنها ندخل الجيبيش. هي دي الفايده بتاعت الانطره. انت بتعمل الانطره ليه؟ مهندس. بتعملوا انطره ليه؟ بتعملوا الجيبيش تحكم في الميه. فيعرفوا الهيدروليكس بتاعها على نعرف الهيدروليكس بتاعها شكله ايه. انت خدته في الهيدروليكس بتاع قتلته. خدته في الكورس بس اكيد طبعا كل حاجه ايه؟ انا بفكرك بيها بس. تمام؟ يبقى كده هنخلص باذن الله. لو في وقت بعمل لكم امتحان انا في المحاضره مفيش يعني على حسب الظروف. انا ممكن في اي محاضره اقول لك راح طلع ورقه كده وسؤال اوزع عليه ورقه. كل واحد هتلاقي امتحان غير اللي جنبه. سؤال بياخد 5 دقايق او 7 دقايق. تمام؟ فدايما نبقى جايين المحاضره اللي قبلها احنا عارفين احنا قلنا ايه. يعني دايما بسالك النهارده مثلا مفيش اسئله المحاضره الجايه. احنا ممكن نتكلم النهارده في موضوع كده مع بعض واسالك فيه مره ثانيه. ايه الاوبجيكت بتاعت الانطره الجريدي؟ ايه الفرق بين الانطره والبير؟ مثلا مش احنا قلنا دلوقتي حاجات اهي؟ ايه الفرق بين الانطره والبريتش؟ مش عاملين نرغي اهو؟ اسالك صح. مفيش ديزاين ولا في حاجه. لا من نرغي بس هسالك في الرغي عشان تقعد تركز معايا. باشمهندس انا قلت ايه يا باشمهندس؟ الاثنين اللي جنب بعض ولا البيت ده ولا احنا بنقول ايه؟ شكلها ايه بالطبيعه؟ دي مثلا انطرة. شو مثل؟ اسمها ايه؟ بتاعت مين؟ انطرة. كل الكلام ده عندكم انا اديته في المنهج والدرس البيت من الجزء بتاعكم. انا اديته بحب ادي المذكرة بتاعتي كاملة. فالمذكرة معاك المحاضرات كاملة. فيها اكزامبل. وكتير قوي يا جماعة بجيب الاكزامبل دي في الامتحان بتاع التشريحي. يعني طب اعمل لكم ايه تاني؟ اجيب قوي اجيب نفس المسألة اللي في الاكزامبل. طفش حلها ليش؟ لما تكونش عندك حاجه المحاضره عندك كامله ومكتوبه لازم تيجي بيها معاك مطبوعه. ليه؟ لان بقول حاجات زياده في المحاضره لازم تكتبها. فلما تكون عندك المحاضره مكتوبه ما تقعدش تركز انك عمال تنقل كل حاجه. بتنقل بس ايه؟ الحاجات اللي انت عايز تفهمها وانا مش موضحها. وكتير وانا بشرح ما بلتزمش بالكتاب في المحاضره. انت راجل مهندس كل واحد ليه فكر في التصميم بتاعه مش كده؟ انا بحسب بالطريقه دي اللي يفهم ممكن يحسب بطريقه ثانيه. عشان كده انا دايما في المحاضرات انا بغير. انا ما اعرفش انا كاتب ايه في المذكره بنسى. لكن انت راجل مهندس انت قدامك حاجه هتحسب لوجيك تحسب بقى احمال احسب بطريقه تعجبك خلاص؟ فممكن تكتب في محاضرات عندك ممكن تلاقي مش مكملها وانا قاصد عشان تكملها ايه؟ معاك يبقى عندك المحاضرات كامله. اضحك يا باشمهندس. أسوأ نتيجة على فكرة بتاعت الجزء بتاع كده. اللي بيحضر بس هو اللي بيجاوب. يعني أنا مفاجأة في التقديم وأنا بقى دلوقتي الامتحان بيجيب لكم يعني إيه؟ أنت بتجاوب في نفس الكراسة. بسهلك الدنيا أنا بحط لك السكتش. أنت مجرد إنك بتملاه. أبص ألاقي ناس يا جماعة بيروحوا يرسموا هم سكتش تاني. طب ما أنا مديك السكتش اللي انا شرحت لك عليها في المحاضره. كل اللي هتعملها في البدايه تحط في حاجه انا عايزها. وتسيبه وتعمل سكتش انت بايدك؟ طب انت اعمل لك ايه طيب؟ تروح تضيع في 10 دقائق ولا ربع ساعه السكتش وبعدين تبدا تحسب. وتحسب غلط. بعد الامتحان بنجيبه بنجيب السؤال كامل ونوزعه. فما تتخضش تقول لي واحد يقول لي انت مكرر السؤال مرتين.
لا انا بجيب لك السؤال كامل وابدا اقول مثلا ايه احطها لك في الورقه اللي هتجاوب فيها وبي انت ليش دعوه الكلام ده كله ليك انت بتجاوب بقى بمزاجك وعمال في الحته هنا طب انا بعمل كده ليه؟ عشان ما اظلمكش يبقى كل حته تجاوبت في مكانها ما اقعدش ادور وراك انت بتعمل ايه لكن انت مزاج عندك تتوه اللي بيعلم طب ما انت اللي هتقول انت الخسران مش انا انا ياما كنا بنعمل الكورسات والله كنت بلاقي ناس مجاوبه بظهر ورقه رسم البيان يعني سابت الورقتين سابت ال 10 ورقات فاضيين وغسبت ورقتين الرسم البياني فمن ابو ليه وظهر اخر ورقه رسم بياني بيجاوب طب ده هو يعني بيضحك عليا والله كنت بشوفها بالصدفه بيعمل كده ليه؟ وكنت بقول بنفس الكلام ده في المحاضره على فكره نفس الكلام ده كنت بقوله يا جماعه ايام الكورسات جو نظام واكتبوا كل حاجه بنظام الاقي ناس حاطه مثلا جزء بتاع الجريت جوه الوير بص جزء بص الاقي بعد ما اخلص الدكتور علي مثلا بيعلم جزء الوير يقول لك دكتور انت ناسي حته طب ما هو حته عندك عامل ايه؟ معلش يا جماعه والله الحاجات دي مهمه جدا جدا احنا عصبنا انك تجاوب في الورقه عشان موضوع التنظيم وما اظلمكش مفيش حاجه تعدى عليا فانت ما تتنصحش ان انت عايز تحكي عليا في ايه بقى؟ ما انت لا تقدر ماشي؟ فخد برضه من انا بساعدك كراسه بحط لك حاجات تساعدك ولما تجاوب الاسئله ما تقعدش تفتي انا عايز منك ايه؟ بعد احيانا انا بخش في النص ما بخلاش تحسين بالاول بخش في النص وانت بتكمل ابص الاقي واحد عمال يبدا من الاول خالص يفرد اللود ينكسب لودنج ويقعد يحط يحسب الموضوع طب ما انا مديهم لك بقول لك بس احسب ستريس مثلا حاجه تاخد 5 دقايق بتضيع فيها نص ساعه تيجي تقول لي امتحان طويل طب ما انت عشان كده بقول لكم بصوا على الاكزامبل لو سمحتوا بصوا على الاكزامبل اللي انا جبتها لكم والشيت لو انتوا عملتوا كده سهل جدا تجيب جيد جدا وانت مرتاح مش هقول امتياز ده جيد جدا وانت مرتاح احنا النتيجه بتاعتنا مشكلتها الجيد هو الغالي الجيد والمقبول اللي بيجيب امتياز وجيد جدا قليل سالوا زي ما انتوا فرسانين قولوا لنا انا بفتح سن دي اهو قولوا لي انت مقصر في الحته دي احنا عايزين كنت الحته دي تقولها كده يعني انا بطلب من المجهود بتاعكم يجي يقول لا احنا عايزين حته كنت تتك عليها انا مش عارف اللي مش فاهم يجي لي في المكتب انا حد وثلاث موجود مش مشكله يعني انت ما تطلبش اي حاجه عندي عشان بطول عشان ما عيدش الكلام ده تاني خلاص ده تنظيم الامتحان مهم جدا ازاي تجاوب جاوب على قد السؤال اي حاجه هيجاوبها ازاي مش انا ضرب بقول لك مثلا كيس فلوتنج رقم 1 تروح تعمل لي كيس فلوتنج رقم 2 مش ولا درجه دير السؤال كويس دي عباره زي ما احنا شايفين كده تمام ده الكوبري طبعا كل الاناضول في مصر القديمه كانت كلها مسؤوله زي ايه؟ ارشيتكتش كلها حجر كلها اعشاب فكانت الذكور بتاعت الفتحات اللي لان ده عقد اقصى حاجه وصلنا لها في 8 متر لكن معظم الغالب في القناطر كانت 5 متر يعني كل القناطر اللي كانت في الصعيد على نهر النيل 5 متر اسمك نجا حماد اسيوط اللي هم عملوا بدلهم ايه؟ قناطر جديده دلوقتي بنحاول الناس بتوع المشروع ده بنحاول باذن الله نعمل لهم رحله بناخد الموافقات بس تبقى ايه؟ القناطر اسيوط الجديده اللي هي تقريبا 5 عشان يعرف حجم المنشأ ده تمام؟ القنطره دي لو تبص كده الفتحات شايفينها عامله ازاي؟ شايفين الابيض ده؟ شايفين الاسود ده ايه؟ ده ضرفه مقفول دي ضرفه حديث مقفول الضرفتين مقفولين كده ضرفه تحت وضرفه فوق راسي كده نتيجة ان هو ما بيعملش صيانه بين البوابات فالميه بتعدي من بين ايه؟ هو كده المفروض قافل البوابات لكن في ميه في الخلف زي ما انت شايف تمام؟ فالميه الابيض اللي انت شايفه ده ابيض عند البوابه بس. يعني ده تصرف ميه بين ايه؟ البوابات. نتيجه الفرق الهندي بيطلع يعني بيعمل رغاوي كده لما تبص تلاقي الموجه لما بتلف بتعمل ايه؟ ابيض. لو رحت عند اي امطره ابسط اقرب امطره ليك اللي عند ايه؟ عماره الاركان اللي هي شبرا.
اللي روح هناك هتلاقي عمارات الافغان على يمينك في كوبري اللي بيطلع الزراعي، لو انت بصيت من تحت من ناحيه الشمال هتلاقي في انطرتين وهويسين، هويس اللي هو بتاع حركه المياه. لما يكون ده الداون ستريم لان الميه بتاخد من النيل، فانت بتبقى واقف على الكوبري شايف الداون ستريم زي ما انا واقف بص على دي كده. هتلاقي الميه عامله فوران ابيض. لان الميه بتتنقل من فتحات من هيد عالي لهيد ايه؟ فبتعمل هيدروليك ايه؟ مش انتوا درستوا هيدروليك جامب؟ هيدروليك جامب ده يعني الميه بتبقى عامله ايه؟ كل ما الهيدروليك جامب يزيد يعني الهيد يزيد تلاقي فرش مسافه ارض. تمام؟ دي صور. فهنا بص من الدوري السنين. طب ده يمشي. في عمارات الاسيوط القديمه حوالي 110 فتحه في 5 متر. كانت بكامل عرض المجرى المائي بتاع نهر النيل. وكلها زي ما انتم شايفين صفه معماريه. شايفين الميه الفوران بتاعها عامل ازاي؟ طب الحته دي شايفين الحته دي؟ هنعرف الفوران؟ يبقى الاضواء بتاعتها ايه؟ مقفول. تمام؟ هنا طالما انا شايف فوران كده يبقى ده الداون ستريم على طول اللي هو المسؤول المنخفض. الاب ستريم ما بتلاقيش فيه اي حاجه لان الميه جايه ستيدي وبتقف على البوابه. فما فيش فوران بس ممكن تلاقي دوامات. طب الدوامات جت ليه؟ لان الميه بتعدي. في سرعه في الميه في الحته دي الميه بتعدي من تحت البوابه. ماشي؟ فبتعمل ايه؟ دوامات. دي امطار برضه. هنا بص على الستريم اهو شايفين الونش اللي فوق ده يا جماعه؟ ده ونش بيمشي على ريل كده على الكوبري وبينزل متركب عليه اوضه فوق فيها موتور. عايز يفتح بوابه يروح ماشي ويجي عند البوابه يحرك الاوضه وينزل ايه؟ الكابل يروح البحار مشبطه في البوابه يروح رافع ايه؟ في البوابه. خلاص؟ على حسب العدد احنا بنحط ونش كل 10 فتحات. يعني الامطار لو فيها 100 فتحه عايز 10. شايفين في ونش بعيد اهو شايفينه؟ يبقى كل 10 فتحات بياخدوهم ايه؟ ونش ولازم يترفع. في عندنا قناطر صغيره هنعرف لما نيجي في الجيت بتعمل مانيوال بالمنافله كده. يعني لانها صغيره بتبقى حديد بس بالمنافله كده لو عامل كده اسمها بحر من طيب موجوده في وجه بحري بكسر اللي هي القناطر الصغيره اللي هي اقل من 3 متر. دي كلها دي بقى بص المنظر هنا طالما ان لقيت الماسونري اختفى تعرف ان دي امطار حديثه. طالما ما فيش العقود والجمال اللي كانت الناس الرايقه بتوع زمان يعمل لك عقد ويعمل لك تشطيب حلو كده فيها روح تلاقي كتله خرسانه موجوده قدامك تعرف ان دي امطار ايه؟ حديثه خرسانه. دي مثلا اسنا اللي خلصت دي محطه الكهرباء وجنبها الجزء اللي بيهدم محطه الكهرباء بدا طالما ان انت بتعمل انطره جديده. طب زمان كان بيعمل الانطره بكامل نهر النيل مع انه مش محتاج يعدي الميه بتاعته في الفتحات دي كلها. بس كان بيجي غصب عنه لما بيجي الفيضان العالي يروح عايز فتح كل ايه؟ الفتحات هو مش عايز يحجز ميه لو حجز ميه هتغرق ايه؟ الوادي. فبيسيب الميه تعدي فبيروح فاتح ايه؟ كل الفتحات وقبل ما الفيضان يخلص يبدا يقفل. يبقى الانطره لما يقفل شويه فتحات بتخزن ميه ايه؟ فكانت القناطر بتستخدم في ريجوليشن وتخزن الميه قدامها. فكانت البراج على نهر النيل زي اسنا نجع حماد اسوط بتخزن ميه وفي نفس الوقت شغاله لو الفيضان جه اعلى من المحسوب كانت الميه بتعدي من فوق الامطار. الامطار كانت بتشتغل ايه بقى في الحاله دي؟ طب ايه فايده بقى القناطر بقى على نهر النيل كده؟ كانت بتعطل الفيضان. حتى لو الفيضان جه عالي بتشتغل مقدارات عقبال ما بيوصل للقاهره كان اهم حاجه القاهره يكون ايه؟ ومع هذا كان بتغرق برضه اماكن من القاهره. ومعظم الوقت في الصعيد كان بيغرق. تمام؟ يبقى القناطر كلها بتاعت الصعيد البراج الكبيره دي انا مش محتاج كل الفتحات. انا عملت السد العالي خلاص البلد وخلاص في كنترول على الفيضان يبقى انا بعدي كميه الميه بتاعتي ايه؟ هتبص تلاقي بقى النهارده مثلا امطاره اسنا كانت 110 فتحه 5 متر ده مثلا بيعمل 6-7 فتحات في 14 متر. طيب بعد ما كان المجرى المائي كده انت عملت لي حته صغيره بتاعت كده الميه، طب الباقي ده كله هتعمل فيه ايه؟ بيتعمل سد دوار. الباقي وده اول مساله انا جايبها لك الشيك عشان تتعلم حاجه ان مش لازم احط قنطره بكامل المجرى ايه؟ المائي. والدليل عندنا ان نعمل اسنا واسيوط نجح عمال
بعد الميه مسلحات صغيره. لو في وقت هبقى اوريكم فيلم لتنفيذ قناطر الجبرانيه، قناطر الاقصر اللي هي بعد ثلاث جبران. دي انقره برضه، شايفين الفوران؟ شايفين هدول الجبل جاي هنا؟ ده دوري السليم برضه. يبقى انت لما تبص على الصوره تعرف انت ملقوطه للدوري السليم والاب السليم. الاب السليم دايما بيبقى سليم، ده حمامه دمياط معموله خرسانه. تمام؟ شايفين الاب السليم يا جماعه؟ دي الجيت اهي شايفينها؟ معلق جيت فوق. جيت من الجيت دي دبل جيت، فمعلقه واحده فوق. شايفين الميه دايما في الاب السليم؟ ستيب. ليه؟ لان الميه هي عاليه. يبدا يبان الهدرال جامب لما تعدي وتروح للمنطقه ايه؟ المنخفض. خلاص؟ دي امطار برضه البوابات بتاعتنا مقفوله. تمام؟ مفيش تصور ميه، فالميه ستيب في الدوله، ده السبب دوله السليم برضه. ده دوله السليم. ميه بتعدي برضه الأنطرة. فدي صور موجوده عندك، ده مكان الأنطرة، ده مش حي، ده صوره بقول لك والله انا عندي أنطرة بس جنبيها في اوضه كده، في اوضه بنسميها هويس لوك. لما بيكون عندي مجرى ملاحي بتعدي فيه مراكب زي مثلا اسنا اسيوط نجح عمان. هو لما جم يقولوا نعمل نجاح اسنا جديده عملوها ليه؟ هي اسنا تقع فين الاول؟ بين الاقصر واسوان. اسنا تقع شمال اسوان وجنوب ايه؟ الاقصر. فكان حركه السياحه قويه جدا. والاجانب بيحبوا يركبوا ايه؟ فنبي. بس كانت مشكلتهم ايه؟ يجي يعدي من الهويس. دلوقتي انا عندي دي مثلا ادي اسنا، امطاره اسنا فتحت 5 متر. فما ينفعش اعدي فيها مراكب اللي هي الضواحي، فكل مركب عندها غرفه اسمها هويس لوك. تعدي من زي ده بالظبط كده، تخيل ده. ده الاب ستريم، تيجي المركب تروح داخله هنا بطريقه معينه. تمام؟ ادخلها وبعدين اعادل الميه وبعدين اخرجها زي اسانسير. بياخد المركب بالمنسوب عالي يروح منزلها المنسوب ايه؟ ويروح مخرجها، او جاي بالمنسوب واطي يروح مفضي الهويس ويدخلها وبعدين يملى الهويس تروح الميه ايه؟ ما اعرفش لو حد فيكم كان عمل الرحله دي كان هيعدي على مناطق الاسنا وكان يشوف المركب وهو قاعد فيها وتطلع وايه؟ سن. الكلام ده احنا بنشرحه في الكورس الاختياري بتاع الترم الثاني. احنا في اللي بيخش مشروع ري المفروض في كورسز يخشهم واحد منهم، يا اما نظم الري المتطور او منشات الري ايه؟ الكبرى. فتصميم منشات الري الكبرى بنشرح فيها اللوك اللي هو الهويس قدام، وبنشرح الكونكريت جرافت دام بيبقوا محددين عشان الوقت. فاللي بيحب يخش الكورس ده في الترم الثاني احنا بنشرح فيهم دول ازاي بصمم الهويس والميكانيزم بتاعه ومكوناته ايه يعرفها، ويخش في الجزء بتاع الدام ويعرف التصميم الاساسي للسدود، وبنصمم في الاخر كونكريت جرافت ايه دام. دي كلها عناصر بقى صورها موجوده عندك. ده سكتش او خريطه للمجرى المائي بتاع نهر النيل. بقول لك احنا عندنا من الجنوب في محطة ناصر، الكلام ده برضه في سنه ثانيه اللي هو الخريطه بتاعت المنشآت المائيه اللي موجوده على نهر النيل. تمام؟ في عندنا محطة ناصر، في عندنا اول منشا هيدنج اب ستراكشر اللي هو السد العالي اللي هو الاي اي هاي اسوان دام، وبعديه في الاولد اسوان دام اللي دلوقتي بقى ريزرفوار بقى عادي ريجنيتور. تمام؟ يعني دلوقتي الاولد اسوان ده شغال رجلي مش شغال سد، بس بيعمل موازنه اللي هيخش الكورس هيعرف فايدته ايه بالنسبه للسد العالي. بعد كده اول انطره بتقابلنا اسنا، وبعد كده نجا حماد، وبعد كده الابراهيميه. خلصنا دلوقتي اسنا ونجا حماد خلصوا تمام اللي هو الانطره الجديده. ودايما لما بنعمل انطره جديده يا جماعه الراجل القديم بيعملها في الدوري السليم بتاعه مش في الاب ستريم. يعني دايما لما بنحط انطره بنحط الانطره في الداون ستريم بتاع الانطره القديمه، يعني نروح مثلا منطقه الاراضي يبص على الاراضي هيلاقي فيها اراضي محمد علي القديمه مش شغال انطره، انا كوبري كوبري الحاجات القديمه. لو بص ناحيه الشمال كده لو هو معدي كده بص ناحيه الشمال هلاقي في انطره الدلتا الجديده، هي مش جديده ولا حاجه بس بنسميها انطره الدلتا ايه؟ هي دي اللي شغاله دلوقتي. يبقى دايما لما اعمل انطره جديده بدل القديمه بحطها فين؟ في الانطره الثانيه. ايه؟
قلنا الأمطرة كنترول الداون ستريم ايه؟ طب لما انا احط أمطرة
يخلصوا فيها. قدام اسيوط بتاخد بقى ايه؟ تدعه الابراهيميه دي من اهم التلع الرئيسيه للعالم اسمها مين كنف مش ريال لانها اقل مبيعات شويه. التلع الابراهيميه دي عشان تعرف اهميتها بتخش ناحيه الغرب لغايه مدينه بيروت. وبتيجي عند مدينه بيروت بتتفرع لست فروع منهم اللي ساكن في منطقه الفيوم فرع بنسميه بحر يوسف. فكرت في كده بشوف بحر يوسف تحس البحر ليه ده انها كبيره متخيل بقى حجم المايه اللي ماشي في فرع الابراهيميه. فالقنطره الجديده بتاعت الابراهيميه دي معموله عشان تحسن كميه المايه اللي داخله فين؟ في فرع الابراهيميه. رفع مناسيب الحجز، فلما بيرفع مناسيب الحجز يبقى رفع مناسيب الاب ستريم، يبقى المايه اللي هتخش الابراهيميه اكتر، يقدر يوسع في الرقعه الزراعيه بتاعت ايه؟ غرب الدلتا. كل حاجه نعم. الاب ستريم. الأمطار لما تعمل الأمطار الجديدة بتبقى الاستواء بتاعها قوي. فممكن ترفع منسوب الحجز، يعني ترفع منسوب الأب ستريم عليك. تقفل البوابات بطريقة معينة بحيث منسوب الأمام إيه؟ يعلى، فلما منسوب الأمام يعلى يبقى أي ترعة بتاخد من الأمام المنسوب عالي عليها، يبقى التصرف زاد. فالمنسوب الأمام ده بنسميه منسوب الحجز. ما يقولكش منسوب، يقول لك منسوب الحجز كامل. نرجع بعد أمطار أسيوط على منطقة الفيوم موجودة هنا. شوف بقى لما بياخد من أسيوط منهم فرع لغاية بيروت ويطلع فوق لغاية منطقة الفيوم. يبقى منطقة الفيوم بتتغذى منين؟ من فرع الإبراهيمية. بتتغذى منين؟ تمام؟ بعد كده احنا كمان أمطار قلناهم، قلنا الأول اسوان دام الاولد اسوان او الزبار اللي هو خد خزان اسوان القديم بقى ريجريتور، ده اول ريجريتور موجود. بعد كده اسنا القديمه والجديده، القديمه شغاله ريجريتور دلوقتي شغاله كومبليت. منظر تاريخي كده يعني الخصوصيات دايما ما يشوفوش حاجه قديمه، سيبوها كده كاصل. وبعدين إيه؟ نجع حماد القديمه والجديده موجوده، بس الجديده هي ايه؟ شغاله دلوقتي اسيوط القديمه والجديده. نطلع كده فوق كل المسافة من أسيوط لغاية القاهرة ما فيهاش حاجة. نيجي في القاهرة شمال القاهرة ده بنسميه الأبكس والكايرو اللي هو المثلث بتاع إيه؟ الدلتا. موجود أراضي الإيه؟ كان الأول محمد علي القديمة دلوقتي سموها لما عملوا الدنيا سموها أراضي إيه؟ الدلتا. كم فرع هناك؟ حتى تحت منطقة الأراضي؟ كان صغير. والله أنا بحاول تروح من منطقه الغلطه الى نظر احسن. طب ليه تروح للاراضي؟ اتفرج على منظر الاراضي هناك يا جماعه، انت عندك اكثر من ست سبع اراضي سبع فروع. انت عندك فرع دمياط وفرع رشيد. فرع دمياط بياخد منه الرياح مثلا التوفيق اللي استريحت فوق قدام شويه. الرياح ايه؟ الرياح التوفيق. في ريحات بتاخد من هناك، رايحة من يعني ترعة كبيرة. فأي ترعة كبيرة بتاخد مية اللي بعدها إيه؟ منطقة. فأنت عمال تعدي من الشرق للغرب، عمال تعدي على أراضي. كلها في حتة إيه؟ واحدة. وخلف القناطر بتلاقي فيها غدارات. لما بيكون في الشدة الشتوية بتشوف الغدار. لو مش الشدة الشتوية مش موجودة شغال، تلاقي في فوران بعد الأمطار كده 200 300 متر. في الداون ستريم تلاقي في فوران، تعرف هنا في إيه؟ غدار. تمام؟ المهم بعد كده مشينا فرع دمياط. فرع دمياط عملوا الفرع الوحيد اللي معمول في النص امطار اسمها زفت عشان يعملوا رياح قدام اللي هو رياح العباسي. رياح يعمل قدام الترعه. لما يجي ياخد ترعه يا جماعه لازم يكون في امطار. لان الامطار ترفع مناسيب الامام اللي هو الحجز وتعدي الميه. في اخر فرع دمياط في اراضي دمياط او بيسموها فرسكوت دلوقتي لانها بنوك دمياط. اللي هي الاراضي اللي انا وريتها لكم الخرسانه دي اللي فوق كده. فاخر فرع دمياط فيه ارض، طب عامل قنطره في اخر الفرع ليه؟ فخلاص انت خلصت الزراعه بتاعتك بتيجي في اخر الفرع بتعمل القنطره دي. هو احنا مش قلنا الرول بتاعتنا اي درع اولها كنترول واخرها كنترول؟ مش الفرع اللي انت قابلته درع كده؟ اوله كنترول اللي هو ايه؟ الهاي اسوان ده كنترول بتاع سد العالي دلوقتي بتاع المغرب دي ايه؟ مش قنطرة، السد العالي.
تمام؟ في فتحات. آخر النيل بيلمع البحر. يبقى بنعمل كنترول سلاشر ليه؟ عشان نقلل كمية المية اللي بتروح فين؟ يبقى ده التلسكيب زي التلسكيب بتاع الترع الصغير. يبقى أنا ممكن أستخدم الأمطار في أول الترع بنسميها هيد ريجريت، أمطار مقفز. وممكن احط الانطره في اخر الترع لو هي كبيره بنسميها اسكيب ريجليتور. زي الاسكيب، اسكيب عشان اتحكم في الاسكيب. وممكن احط انطره جوه الترع زي نهر النيل، اسمها في اسيوط حاجه اسمها انترميديت ريجليتور. مناطق داخليه. او مناطق حجز. يبقى عندي كام نوع مناطق هحطهم دلوقتي؟ ثلاثة. عندنا هيد ريجليتور في الاول. اي ترع لازم فيها منظم. في النص او في ما بعد على مسافه بنحط انترميديت ريجليتور عشان نحسن توزيع الميه زي نهر النيل كده. في الاخر لازم احط ديب سكيب. لو هو كبير زي الريحان نهر النيل بنحط انطره كبيره بنسميها سكيب ريجليتور. طب لو مجموعه قناطر في حته واحده قناطر اسيوط وقدامها ترعه الابراهيميه هيبقى قناطر الابراهيميه. وفي ترعه ثانيه في كذا انطره في حته واحده بنسميها جروب اوف ريجليتور. مجموعه من القناطر تمام؟ اهم حاجه في كل القناطر يا جماعه قلنا القناطر كنترول الداون ستريم اهو اساسا اي امطار كنترول الداون ستريم فلو كنترول الداون ستريم ديزاستر التحكم في التصرفات اللي في الداون ستريم حتى الاسكيب الاسكيب في الاخر بس انت بتتحكم في اللي بيترمي في البحر نتيجه للميه اللي بتعدي بيبقى فيه ووتر ليفل يبقى اي امطاره بتتحكم كنترول الداون ستريم ديزاستر كنترول الدولة السليم متمدد. لازم تبقى عارف كده. طب ايه الفرق بين الهيد والانترميديت؟ ايه هو الهيد موجوده فين؟ الاول الترع يبقى مالهاش علاقه بالترع اللي تاخد منها. يبقى كنترول بس الدولة السليم. طب لو انا حاطط انطاره جوه الترع سماها انترميديت ايه؟ انترميديت بتتحكم في الفرع اللي في الخلف لكن بترفع مناسيب الامان. مش احنا قلنا اي كونتراكشن اول المحاضره اي كونتراكشن كروس سيكشن بترفع مناسيب الماء في الامام مش كده؟ يبقى الانترميديت ريجليتور ده انطاره داخليه او حجز يبقى بترفع لي مناسيب الميه فين؟ زي كل القناطر اللي على نهر النيل اسم اسيوط نجا حمام ده قناطر انترميديت بس بنسميها براز بنسميها ايه؟ براز كنترول الداون ستريم ووتر ليفل كنترول الووتر ليفل في الداون ستريم بس ريز الووتر ليفل فين؟ طب لما نقلل لك تعدي لك الميه في الامام بتعمل ايه؟ الويل بدتها ايه؟ لما تحط جروه ورا بعضها. بتعمل ايه؟ مش الويل بترفع مصروف الميه في الامام بتاعها؟ يبقى بتقلل لك ايه؟ السلوب. السلوب بتاع سطح الميه. يعني انت نازل الميه فين؟ جت لقت الامطار. حصل كونتراكشن فالميه بتعمل. هنا الميه ثابته اللي هي في الامطار اللي قبلها. فالسلوب ده بيعلى. يبقى السلوب بتاع سطح الميه ايه؟ بيقل. بيقل. يبقى القناطر الانترميديت زي ايه؟ زي اسنا، نجا حمام، اسيوط، كل القناطر دي قناطر داخليه. انترميديت ريجريت الفائده بتاعتها زياده عن الاباقي انها بترفع ريز او ستريم موتر ليفل ديكريز السلوب بتاع ايه؟ طيب نيجي نقول تاني حاجه انا برضه عامل لكم كروت كده حاطط فيه ريحات والكلام ده عشان برضه ايه؟ مش باين في الخريطه ده كروت الرسم كده في كل الريحات ومنين كان الكلام ده تقطع قناة السويس بعد الناحية الثانية
في سينا سموها جبل الصفا عشان ما يقولوش انت بعتلق بقيه السلام وياخدوا ميه بس. وكل اللي بيحصل حوالينا بسبب الموضوع ده. يعني سد النهضه والقصه اللي انتم بتسمعوها ده هو دي المشكله. هم كانوا عايزين الميه بتاعتهم، عايزين 5 مليار يمشوا يوصلوا لهم لغايه ايه؟ عندهم. فاحنا غيرنا النظام. فقدوا كده فقال لك انا وسط فرقه السد. ومع هذا برضه بيلعبوا فين؟ ها؟ وبعدين اللي بقوله النهارده انت عايز ميه توصل لك لبلدك بسياسه هتوصل عن طريق ايه؟ يا اما تعمل باي لاين او تنقل بعربيات او تنقل بتاع مش دي الكونفينس الوحيد اللي حاجه ثانيه هتنقل ميه طيارات سواقين ارخص حاجه ايه؟ طبعا ما تعمل ترع من اثيوبيا ولا من لغايه عندها ماشيه ازاي؟ والنهر فين موجود اهو فاسمح لهم ان الميه تعدي وتمشي في طريق السلام وتجي من لغايه ياخدوك فانت لا انت بوصلهم الدنيا انت ما وافقتش غيرت لهم اسم الترعه خليت جابر الصباح ده اول حاجه ثاني حاجه عملت ميه خلط ميه مع فاهمين انت بالسياسه يعني ده ابني مستجدني يا ابني يعني افهموا اللي بيحصل حواليك في حاجات لا تقال لكن والناس بتتكلم فيها لكن ما حدش بيسال. شو ده حته التلوث اللي بيحصل؟ بس المفروض ميه فيها ميه صرف ما تحطش ميه شرب. ولو خدت ميه شرب المحطه تبقى مكلفه جدا. هكلمكم دلوقتي على حاجه بنعملها. كده في اي اسئله يا جماعه من انا قلته؟ لو سمحت الكلام الرغي اللي انا قلته كله مكتوب عندك في المحطه. كل الرغي ده بقى ها اللي انا قعدت الغي فيه معاكم. اللي يجاوب سؤال نظري يا جماعه كل ما يكتب او يرسم سكتش افضل. افضل لو ابني بسكتش. انت خطك وحش وانا خطي وحش طب انا هعرف ازاي؟ طب في ناس انا ما بعرفش اكتب خلاص والله العظيم ما بعرف اكتب حتى اسمه حتى بأعراب العالم بس في الميد تيرم بس انا طبعا اخر السنه ما بيجيبناش اسماء طب اعمل ايه؟ حتى الارقام بالنيرات العالم الارقام احسن حاجه اللي قلت بيه المشاوره ايه المشاوره سكتش ولا سكتش فؤاد انا ما اعرفش انت ايه يعني رسمت سكتش حط عليه شويه بيانات يعني فانا رسمت لك سكتشات يعني دي صوره حقيقيه للسكتش اللي فوق ده سكتش معلمك ازاي ترسم سكتش بسيط ولو هي صوره حقيقيه دي الصوره الحقيقيه طبعا مش هتضيع وقت في الصوره الحقيقيه بقول لك ادي سكتش يا عم هنا انا حاطط انواع ايه؟ خلاص؟ وده سكتش ابسط تاني، لو انا عندي ارض زراعيه استصلاح اراضي لان ديفينيشن عايز استزرعها باخد فرع باخد ترعه من مجرى ماء لازم الترعه اللي باخدها تبقى امام ايه؟ لو الارض الزراعيه عاليه بحط هنا في الاول بامب ستيشن لو في نفس المناسيب بتاعتي في الجنب بحط اكتر وبوزع فنقرا المحاضرات ودي بقى ايه؟ شويه الرغي اللي انا قلت ده كله المفروض خلاص؟ انا بديك برضه هنا في المذكره بديك ثلاث رسومات. ده هيدري جريتور عايزك تعرف الفرق بين الهيدري جريتور والانترميديت، ده انترميديت. هي نفس الرسمه. بس خد بالك من الحته دي. انترميديت يعني ترعه ماشيه وانت حطيت فيها انقاض. يبقى في كروس سيكشن اللي تلعب في الابس دي هو قريب من الكروس سيكشن ابتدائي ستن لكن الهيد ريجريتور انا ترعى ماشيه كده وانا خدت منها فلازم يبقى لي في الامام ايه؟ كروس سيكشن بتاع الترعى اللي بقى عرفتوا الفرق؟ فالفرق بين الاثنين الحته دي الحته دي شايفين مخطوط التراب؟ دكتور نجاد علمته ازاي التراب بينزل؟ صح سنه اولى باين؟ بص على عربيه رمل يعني لما انت مروح كده على عربيه رمل هتنزل الرمل بتاعتها ها؟ وامشي وراها. ولغايه ما تفضي لو راحت دمياط ولا حاجه امشي وراها. خليك بيفضي طب بينزل رمل ازاي؟ هو ده المخطوط. احنا مش مخطوط كامل احنا جزء دي انطره برضه رسمه ثالثه لو عندي فيه دروب في القاع. لو عندي فيه دروب في القاع. يفضل نحط الانترميت في الجريتور في المسافه المباشره.
لو انا عندي ترعه ماشيه اللي هي من سوق قاع وفي الدوري السليم المنسوب اتغير، يفضل احط الانصاره فين؟ في المنسوب المنخفض. طب هتعمل الجرادويشن دي؟ هتعمل التمرين ده ازاي؟ اعمل لك رسم ماشي؟ ما تكونش حاجه عندي بقى رسومات. وبص الاقي الناس تروح تقفل الرسمه من غير ما تفهم وتقدمها، ينفع؟ او ياخدها بي دي اف، انا اشتغل رسمه هتاخد البي دي اف وتروح قدام الاوكاد وتقعد ايه؟ تعمل ماتشنج عليها وتجيب الرسم زي ما هي. انا ما عنديش مشكله احط شفافه واعمل انت عايزه، بس ارسم افهم. ما فهمتش خط اللي بيقول لك تعالى اسالنا، ما نقولش عيب تطلع مهندس وما تعرفش تقرا، لا تقرا لوحه ولا ترسم كوره، ما ينفعش. دي تاني حاجه. ده الشيك اللي هو بتاع بره يا باشمهندس. ده الشيك. اول مساله انا اديتها لكم على مشروع بيدرس حاليا. عشان تعرفوا ان في ناس كتير بتقول لك يا عم هو حد بينفذ شطرنج؟ محدش بينفذ. مين قال لك الكلام ده؟ هو انت عشان انت ما يقول لك كده ما يعرفش. المنشآت المائيه عشان تبقوا عارفين دي اخطر تصميم، اخطر حاجه واصعب حاجه في الدنيا. المنشأ المائي وفي نفس الوقت اسهل حاجه في الدنيا. في كل ما تتخيله. بتعمل هيدروليكس. دراسه هيدروليكيه. بتعمل انشاء، بتعمل سويل. بتعمل لاند سكيب جميل، بنعمل تبطين او بنعمل تفتيش، بنعمل ميول، تراب، محدش شاف يعملها. للاسف بتتخرج ويجي لك مشكله في مكتب انت شغال فيه، ما ينفعش تعمل شويه تقاطعات تراب مع بعضها. لاند سكيب منسوب محطه عالي داخل على منسوب واطيه، ما تعرفش. ما انك خدته. من وانا في سنه اولى. ما تعرفش، وانا بحاول افكرك. فاحنا عندنا دلوقتي من المشروعات القوميه اللي بتتعمل، بتكلم عن مشروعات كبيره، في حاجات صغيره بتتعمل كتير. ايه المشروعات القوميه الفضائيه اللي اتعملت الفتره اللي فاتت؟ اسمعني. لسه اسم اسم وجنبها ايه؟ اسلوب. هويس، بوابتين، غرفتين، ومحطه كهرباء. يعني لغى القنطره اللي هي 110 فتحه وعمل عدد محدود من الفتحات وعمل جنبها محطه كهرباء وعمل هاوس والباقي سد وتراب البنك. نفس الكلام عامله فين؟ يبقى استفاد محطه قويه جديده، رفع مناسيب الامان، عمل محطه كهرباء يعدي يعني يولد الكهرباء من الفرق ده، الفرق بيوصل 4 5 متر بعد الحين. حاطط تربينات تتراوح من 2 ل 3 4 متر تشتغل. يبقى دي كهرباء استفاد منها الكهرباء دي. الهويس كان الاول مشكله. الهويس كان اللي بيجي المراكب السياحيه رايح من الاقصر رايح اسوان. كان ممكن يقعد يوم كامل يستنى دوره عشان يعدي من ايه؟ من الهويس لانه اتجاه واحد. يا اما رايح الصبح وبعد الدور اللي جايين من اسوان رايحين ايه؟ فممكن يقعد كان يقعد يوم. تمام؟ عارفين كوبري قصر النيل؟ بصيت بصوا تحت كده في صينيه كوبري قصر كان بيتفتح الاول. كان بيتفتح لايه؟ خايف مراكب الشراعيه. واحنا كان عندنا مراكب سياحيه تمام؟ المركب الشراعي اللي هو اللي بتشوفوه زي صراع في النيل كان لسه جاي قريب مش كده؟ ها؟ حسن فين الشراع ده؟ الشراع ده كان لو عدى يدخل فين؟ الكوبري. فعشان يعدي كان بيستنى المراكب الشراعيه دي بتستنى عشان هي البضائع اللي عندك كانت بتنتقل عن طريق المراكب الشراعيه من اسوان لغايه اسكندريه. فكان يستنى لما يفتح له الكوبري عشان يعدي. دي مركب. طب المراكب السياحيه دلوقتي بتعدي من تحت مش فيش مشكله الشراع مش ايه؟ طب لو مش هتقدر تعدي من تحت الكوبري يبقى لازم يفتح ايه؟ كوبري. طب لو في فرق في المنسوب على انطره لازم يعملوا هويس. فدلوقتي عشان يحلوا مشكله السياحه عملوا اسنا والطين، يعني اكن حاره مروريه رايحه حاره جايه بطريقه معينه من تريزم معين. بس الحمد لله السياحه ترضى. ما لقوش ايه؟ ما لقيناش للتانية. نفس الكلام اتعمل في نجع حماد، نفس الكلام اتعمل فين؟ ده فكره. طيب بالمشروعات البسيطه اللي هكلمكم عليها النهارده، ده أول تمرين بكلمكم على مشروع بيتنفس بيتنفس.
في عندنا تسمعوا عن مصر بحر البقر، تسمعوا عن ملك السلام لسه يدوم عليه. طب ليه كده؟ بص كده، ده اسقاط من جوه. شايفين دي يا جماعه؟ دي طلعت السلام، بس انا مركز على الحته اللي عند قناه السويس، قناه السويس. فدي طلعت السلام، طلعت السلام عدت من تحت قناه السويس بالصحارى سيفا. الصحارى دي كانت اربع فتحات، كل فتحه بتعدي 2.5 مليار متر ايه؟ في اليوم. تمام؟ اربع فتحات، اربع انفاق بيعدوا ميات من الناحيه الثانيه، بعدين الميه بتمشي طلعت السلام او طلعت جبل الصباح تكمل فين؟ شمال سيناء. ده اللفظ ده مصرف بحر البحر. ده عشان تبقوا عارفين ده بياخد من عندنا من شبرا. يعني بيجمع ميته من منطقه شبرا. بقى في صرف زراعي اللي هو الاساس، بقى في صرف صحي، بقى في صرف ايه؟ صناعي. تخيل بس جوده الميه اللي عامله. الكلام ده دلوقتي بيصبوا فين؟ مصر ده في حته بيسموه مصرف اليوب، لو انت ماشي جنبه هتلاقيه شبيه. تعدي من النوفيه واليوب يطلع بيكمل ويروح هناك. المهم هم درسوا اللي درسوا يعني قبلينا. قال لك والله انا ممكن اخد ميه مصرف بحر البقر دي بتعدي تعمل السلام، بتعدي من تحت مصرف بحر البقر بالصحارى. تخيل بقى ان المصرف كبير، كميته كبيره، فاهم من تلات السلام، فبيخلي تلات السلام بتعدي من تحت بايه؟ الصحارى. هو بيعدي من فوق زي ما انت شايف كده، بيروح يرمي فين المدفع؟ اللي فوق. حد يعرف اللي فوق هنا في حته البحر؟ بورسعيد. فوق شويه كده بورسعيد، مش فوق تلات السلام بورسعيد؟ ما اعرفش خالص كده في اي حته. فكان بيرمي في حته المنزله اللي هي غرب بورسعيد. فكان بيرمي اكتر من 5 مليار متر مكعب. فقال لك والله طب ما نستفيد من الميه دي. تضحك يا باشمهندس؟ والله هسيبك في الحاجات دي. انا قلت هو انا بسأل في الرغي اللي انا بلاقيه، لان دي حاجات كلها معلومات المفروض انتوا ناس يعني بيقولوا جامعه القاهره، هندسه القاهره احسن هندسه بتطلع ناس عندها فكره مش عن الرأي. يعني ما ينفعش حد يتكلم جنبك في مشروع كده وما تعرفش. المهم قال لك عايزين ناخد برمي 6 7 مليار متر، ما ناخد منهم 5. متخيل 5 يعني مليار متر مكعب في اليوم؟ يعني 58 متر مكعب بالسنه لكل سنه. متخيل القطاع اللي هتمشي في الميه قد ايه؟ يطلع 25 متر بمك 3 متر. المهم فهم درسوا، قال لك طب ناخد الميه بتاعتنا منين؟ الفكره قال لك انا عايز اخد الميه دي واعمل محطة معالجة غرب شرق القناة، عشان مفيش أراضي يعني، يعني مفيش أراضي فاضية. لكن عنده هنا في شرق القناة السويس عنده أراضي فاضية. فقال لك أنا ممكن أعمل محطة معالجة كبيرة. عارفين المحطة بتتكلم فيها؟ 14 مليار جنيه. ممكن تخش في الموضوع، وأنا بتكلم تخش في 20 جنيه. أنت شايفين الأسعار بتاعتنا عمالة؟ فلسه بيعمل لها تصميمات. طب انا عايز اخد من هنا 5 مليار متر مكعب اوديهم شبه فرنسا. هتبني لهم في ايه؟ يعني مهندس هتحط ماسوره او ست؟ حتى لو حطيت مواسير هتعمل لها سنه ازاي؟ وبعدين المواسير دي مع تتقاطع مع طول ومع مع ترع موجوده ومصاري. فقلنا والله نعمل ترع. يعني قطاع ماء مش بس ترع، لان ده ماء صفر. مش عايز اقول عليها ايه؟ فقال لك والله لو جينا من الحته دي هنا في مكان ما درسوا، قال لك المكان ده المايه اللي جايه فيه اقل من الوقت، يعني التركيز اللي فيها ايه؟ اقل ما يمكن. والسوليد بارتكل اللي جايه من منطقه المصانع في شبرا كانت اترسمت طول ما هي ماشيه، فبقت دي اقل ايه؟ فالمايه اللي هنا احسن كواليتي، كواليتي بتاعتها احسن من اللي قبلها واللي بعدها. وقلنا طيب مين مسؤول عن الكلام ده؟ الناس اللي بتاخد مدرسه تاخد علاجات. فبدأنا نفكر في المشروع، قلنا والله انت بتقول ان النقطة دي عند كيلو كذا، طب ما مش تعرف بحيث المنزلة فوق احنا نزلنا تحتها حوالي 17 كيلو، أو هما حددوا المكان ده بناخد منه المية. نعم؟ يبقى مشروع بحر مصر بحر البقر
لو نسيت نقول بقر ما فيش مشكله يعني. ده برضه بروتي انا راسم عليه ايه؟ مكونات المشروب. ده بروتي كده الريش. ماشي، قلنا احنا مشينا بالميه دي، كان منسوب الميه هنا في الكورنيش ناقص 4. وقلنا هنمشي 13 كيلو بقطاع جديد هينفذ، يعني هتقطع اراضي، تنزع ملكيه اراضي تمام من الاباطره في مزارع السمك اللي هناك تمام، وهتمشي 13 كيلو وبعدين تصب في المصرف ده وتمشي فيه كده. طب انت وصلت لهنا منسوب الميه ناقص 5 متر، منسوب المايه ترك السلام زائد متر ونص. طب انت عايز تنقل المايه ترميها في ترك السلام، وترك السلام تعدي في الانفاق وتروح الناحيه ايه؟ الثانيه. طب ما انت لما ترمي المايه بتاعت الصرف الزراعي والصحي في ترك السلام يبقى انت بوظتها. فقال لك لا، احنا هنخلي نفقين من موجودين لترك السلام ونعمل حاجز خرسانه في النص، اكني بقسم الترعه لجزئين وجزء يعدي ميه الصرف، ونفس الكلام اعمله في الخفاش. الكلام ده من كورنيش. المهم انا هرمي وباين قدام كده، شايفين الحاجز في الرساله ده؟ ما هو ده عم بيقول لك هنقسم ترك السلام بسيستم معين لغايه دلوقتي بندرسه، مش عارفين انسب حاجه الا ده المصلحه، لكن هنوصل لده. ونرمي نعدي الميه الناحيه الثانيه بقى، ناخدها واوديها على ايه؟ على محطه الميه. طب المنشات اللي هحطها هنا بقى ايه؟ اولا بحر البقر المصرف نفسه عشان احول ميه، عايز احول ميه في الفرع الجديد يبقى لازم اعمل قطر. يبقى اول حاجه لازم افكر فيها طالما انا احول الميه في فرع يبقى لازم اعمل قطر عشان لما اقفل اسمح بس بالميه اللي عايز ارميها في حته المنزله بقى يخش فين. لو ما عملتش قطر الحاجز ايه يجبر الميه يخش في فرع جديد؟ مفيش حاجه، تمشي تستسلم وتمشي ايه على طول. فاول حاجه هنعمل بعدين الميه دخلت في الفرع الجديد. الفرع الجديد خلاص بقى فرع جديد. اول حاجه
اي فرق لازم اقوله في رجلي رجلي انطلق فوق ادرك كده يبقى ده تاني ماتش وبعدين يشيل وانا ماشي بلاقي طريق يقطع الفرق يبقى ده كروس بلاقي كرعب بيقطع الفرق صحار بلاقي مصر بيقطع الفرق بلاقي ايه في كبارة بتعمل المايه هنا كان منسوب زائد 72 عقبال ما وصلت الاخر هنا بقت مصر بقت صفر مثلا صفر بالانحدار 5 سم عايزه تنزل لمنسوب ناقص 4 يبقى نعمل ايه في الحته دي؟ ويعمل وير بس ده ما يتصرف ما ينفعش اعمل وير بنعمل وير بس نقطع العدد ما بنعملش كريس نعمل المصطبه بس في الخطيه يعني اتعلمتوا ان في حاجه اسمها الفول اللي بتحطه في المصارف لما يكون في في دروب في المصارف بتحطها في بس من غير عقل من غير راس ينقل بس على ايه ميول قبل كده حط الفول تمام وبعدين دخلت مشيت في الاخر وصلت انا عندي فرق 5 6 متر عن شارع السلام بعمل باب ايه لو نبص على دكتور هو انا ليه ما ترعى الصفقه دي اللي قصدي المصرف ده ما عدتوش من قناه السويس من هنا ما امشي هنا؟ ما انا قلت لك لا مش القصد ايوه كل ما بتطلع فوق لا لا مش قصد لان النقطه دي هتفرجها بصحارى جديده الاصفر يتكمل انت مش عايز تعمل صحارى جديده انت تكلفها انت عندك صحارى اكزيستنج اربع انفاق الماكسيموم اللي بيجي لك فيها 5 مليار متر مكعب يعني النفقين يكفوك فالنفقين انت ليه مش شغال؟ وده تنفذ دفع تحت السد تحت معناته استنبلت جدا الانفال اللي بتتعمل دلوقتي شوف بقى كام سنه بتتعمل مكلفه جدا والفكر ان انا استفيد بنفقين موجودين نعم زراعه لا ده مصرف مفروض زراعي مفروض زراعي بس في ميه صرف صحي وميه صرف صحي بقت ملوثة عن مية المصرف اللي فوق دي الجودة بتاعتها 50% لكن دي الجودة بتاعتها لا تتعدى ال 20% فلو رميتها مباشرة في شارع السلام يبقى المية اللي هتعدي كلها بقت مش كويسة ممكن تبوظ لك القدرات ما تقدرش تزرع المحاصيل اللي هي مستخدمة يبقى لازم تروح تعمل بقى نباتات زيتية ومش عارف ايه عشان دلوقتي المصرف خاصة كده المية لا يا باشمهندس الميه هناخدها اللي هي بتاعت الصرف الموجوده غير معالجه هاخدها عايز اوديها المحطه عايز اوديها المحطه المحطه فين؟ شرق القناه عشان هناك في اراضي فاضيه هو انا ليه ما اخدش المصرف موازي لطلعت السلام على طول؟ ماشي قال لك كل الكلام اللي احنا درسناه لو جينا ناخد الميه هنا نسبه ان في شويه مصارف بترمي هنا رفع عن الملوحه بتاعت الفرع ده جدا في هنا مصارف هتشوفها دلوقتي في الرسمه ما ممكن التكلفه يعني ان انا اعالجها تكون ارخص من التكلفه لا ما انت نفس دي 13 كيلو تقريبا اللي هي نفس دي ايوه ما ماشي بس اوفر بقى الجزء العمودي ما هو ده انت بتوسعه هو مصرف موجود انت بتوسعه يعني هو مصرف موجود بس انت بتوسع فيه في حاجات كتير بتقومك ماشي المكان اللي هتاخد منه ده انسب مكان الميه فيه اقل ملوحه من فوق الشمال المعادله بتاعت الملوحه غاليه جدا وحضرتك قلت البلوك ده مكتوب بيعمل ايه؟ نعم بلوك الخرسانه بس واحده واحده يبقى ده مشروع مصرف بحر البار الاوبجيكتيف بتاعته النقل او الاستفاده من 5 مليار متر مكعب يوميا من ميه المصرف اخدها عليها تمام وانقلها شرق القناه استفيد فيها في الاراضي اوسع حوالي 200000 فدان 200000 فدان عايزين نستصلحه ولا هيبدا ياخد من المايه دي اللي هي 5 مليار متر مفهوم يا جماعه؟ انا اسف 5 مليون متر مربع فانا هاخد 5 مليون ده ارخص مسار وارخص تكلفه من اي مسار تاني المهم بقى لو انا بصيت بقى الرفع المساحي بص عشان تعرفوا المشاريع دي في ناس قدرت تقول لي الدكتور انتوا عمالين تدونا راي ومحدش بينفذ الكلام
حدث في نفس الكلام ده. قال لي ايه بدايه المشروع؟ انا هجمع دي لوحه اوت بلاد، معلش انا لما بحاول البي دي اف تطلع الريزولوشن بتاعتها مش حلوه عشان صغيره. ده عند مثلا بحر البقر، شايفين الركبه دي اللي احنا وريها لكم اللي هناخد منها من فرع. فجينا هنا عملنا ايه هنا؟ ده التنين اللي عندك الاولاني مديك الداتا بتاعته، بس طالب منك انك ترسمه، مديك بلاد ولا فيجن انا بدي لك بلاد، وطلبت منك ترسمهم تاني وتاخد كروس سكشن. ده عباره عن ايه؟ الكابتن اللي زاويه كده عليه. شايفين عرض المجرى المائي اللي هو بتاع مصر البحر بقى 47 متر. السرعه بتاعت الميه فيه 0.2، معنى كده ان القطاع المائي اكبر من اللي انا محتاجه بكتير. تمام؟ فلما جينا نصمم قنطره ونقول احنا عايزين قنطره قد ايه؟ لان القنطره هتاخد حيز صغير. تمام؟ حيز صغير لان انا برضه ما ينفعش احط قنطره السرعه فيها من واحد. هيبقى الترسيب فيها عالي جدا. لا. فلان محتاج اربع فتحات 4 متر. وهو عايز هويس ملاحي جنب الانقره. عايز يقول لك انا هعمل هدي المنزله بطورها، عايز انقل المراكب اللي موجوده في الحرب المنزله، وممكن تنزل تستغل مصرف بحر البقر في اي حاجه، صيد، نقل، الكلام ده كله، مراكب صغيره. فطلب مننا نعمل له هويس هنا بالدرجه دي، ده هويس. انت مش مطلوب منك تصميم، بس انا بديك ايه؟ الداتا. طيب لما حطينا الهويس جنب القنطره لقينا الترعه بقيتها فاضيه. بقيت قطاع صغير. فعملنا البانكينج، يعني ردمنا وعملنا تشكيل في التراب اللي انت شايفه. زي اسلوب وزي استراتيجيه. المهم يبقى ده اسمه انطره الحجز اللي انا طالبها منكم تكسبوها. بعد كده دخلنا على الفرع الجديد وعملنا انطره الايه؟ الفورم بتاعتنا. قبل انطره الكم لو تاخدوا بالكم هنا دي ايه؟ كان في مصرف بيمشي فيه حوالي 6 متر في ثانيه، كان بيمشي كده وبيرمي في مصرف ثاني على حد ايه؟ على مصرف بحر البحر. قلنا ناخد الميه بتاعتنا نستفيد منها ايه؟ الجوده بتاعتها كويسه، الميه الجوده بتاعتها. وقلنا بدل ما نرميها في المنزله ناخدها مناسبه ان انا اعبر عليها. فعملنا بامب ستيشن، شايفين البامب ستيشن؟ يبقى كام كده حاجه ممكن هيتعمل لغايه دلوقتي؟ طبعا ساعدتكم ما حطيتوش البامب ستيشن. مش كده؟ خدتوا الوير وخدتوا الجريت وخدتوا البريتش. طيب بعد كده مشينا كده لقينا هنا في مصرف رئيسي بس الملوحه بتاعته عاليه. الملوحه بتاعته عاليه يقول لا مش عايزين الميه دي. طب الميه المصرف قطع الفرع اللي انت هتعمله جديد. فتعمل ايه هنا؟ عملنا صحارة. فدلوقتي بقى المصرف هيمشي صحارة من تحت ايه؟ الفرع الجديد. شايفين المنشآت بتتسلسل ازاي؟ مشينا برضه في المنظر لقينا هناك في ترعة تانية قطعت ايه؟ المصرف. انت مش هتاخد مية الترعة. يبقى لازم الترعة تعدي من القطاع بتاعك. عملنا ايه؟ صحارة. يبقى تاني صحارة اتعملت. في هنا بيعملوا دلوقتي طريق هناك رئيسي اسمه طريق او محور 30 يونيو. جيش عربي خلاص. فالطريق ده هيقطع ايه؟ الفرع. ده طريق وممكن يعدي من فوق ايه؟ كوبري. فالكوبري ده معمول كوبري كبير هناك مش شغالين فيه دلوقتي، بس مش هنصمم. هم ايه؟ الطرق المباني الى اخره. بعد كده في مصرف تاني عملنا صحاره. جينا هنا في الجزء ده لقينا فيه مصرف كبير وجنبه طلعتين هيقطعوا الفرع بتاعه. ففكرنا قدامنا حلين، يا اما نعمل صحاره يبقى الفرع بتاعنا هو اللي يعدي من تحتهم يبقى صحاره واحده بس لقينا تكلفتها عاليه جدا والمواسير طولها 300 متر في الصحارة. ففكرنا نعمل ثلاث ايه؟ صحاره. شايفين المنظر عامل ازاي؟ طبعا الكلام ده انتوا خدتوه بس لا رسمته ولا عملته مش عارفين ومش حاسين بيه. بعد كام صحاره بثلاثه وقبل كده ثلاثه بست صحارات بس موجودين لغايه دلوقتي. مشينا. في كباري ده كوبري. في طريق قطع عملنا ايه؟ كوبري.
بعد كده دي كوبري بتقول لهم انا المايه هتنحدد من مسوق صفر الناس كام؟ 4 او 5 فبقى عندي فرق جامد في المايه وعملنا ايه ده ايه؟ شايفين الفول ده؟ بس ده من غير كريستال عملت زي ستيب كبير بس من غير ايه؟ كريستال وبعدين جينا في الاخر اهو المايه هتروح لحمه مع ايه؟ ام الريش تمام؟ ادي مصرف ام الريش هيروح ماشي على طول في بقى موضوع الكباري موجوده لغايه ما نوصل للحته دي عملنا بامب ستيشن كبيره كده هترمي ميتها هترمي عليه السلام شايفين الحاجز الحيطه؟ دي حته خرسانه مع البير فتحتين وفتحتين فوقيه يبقى الميه اللي هتيجي هنا مش هتختلط بميه تبعت ايه؟ السلام وبعدين هعديها في الصحارى وتعدي الناحيه الثانيه عملنا برضه نفس الحيطه عشان الميه اللي عدت ما تختلطش وبعدين عملنا انتيك يروح لمحطه المعالجه الميه اللي هتتعالج بعد كده تبقى ايه؟ احترم السلام رجعها لمكان السلام تاني خلاص ويستفيد منها في ايه؟ ده مشروع قومي هيخش يعدل 20 مليار جنيه في ثلاث بنود بتموله تمام في جميع منشات الرد تخيلها خلاص كل ترع اللي بتنبع على امه مفيش احنا قطعناها وهنعمل كل ترع اللي بتنبع تلسكيب موجود يبقى حتى تلسكيب موجود كالفرد موجود سايكو موجود هيل جريد موجود التربيت موجود بامب ستيشن مفيش حاجه حتى اللوك اتعمل كل المنشآت المية اللي موجودة في الدنيا موجودة فين؟ يبقى اقعد مع نفسك كده شوف لما انا جبتك كده اللي تعرفه عن مشروع بحر البقر خلاص يا عم ماليش بالظبط كده كده في رمى رجاء سكتش ابسط حاجة دي سكتش فهي سيبة يا جماعة شكرا سيبكوا ياسر انا اديته مذكرة خلاص عشان يا ريت المحاضرة الجاية تبقى معاك عشان تكتب لحظة